افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدرسة الفيروز الرسمية للغات بمدينة الفردوس بالحدائق أكتوبر في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد. كما افتتح المحافظ أعمال التوسعة بمدرسة الأورمان الرسمية للتعليم الأساسي بالدقي، والتي أضافت 17 فصلا جديدا لطاقة المدرسة الاستيعابية. وافتتح المحافظ كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة وشارع إبراهيم البعثي.